محافظة المهرجان تنظم عرض القبة. هو عرض موسيقي صوفي يختلف تقريبا كل الاختلاف على بقية العروض، لأنه يتميز بإنتاج خاص، موش فقط غناء للموروث. عنا أغاني الموروث، لكن زاد كيف نسبة الموروث هي 50%. يمتاز بسونوريتي جديدة اللي تخلينا نجبدو الشباب اللي مستانس بسونوريتي جديدة متاع موسيقى جديدة عالمية. الآلات اللي موجودة مش فقط مصاحبة للغناء، بالعكس هي تبنيت عليها الفكرة الكل الموسيقية. المهرجان هذا العام له برامج متنوعة بين الإنشاد والمهرجان محاضرات. معنا دول ست: إيران، سوريا، فلسطين، إندونيسيا، تونس، الجزائر بأبنائها أيضا من كل حذب وصوب. أيضا معنا محاضرين أكاديميين، أساتذة جامعيين. قيمة مع إخواننا التوانسة اللي رانا قراب معاهم بزاف. أن شيف دوركستر جون ديناميك مانيفيك. سهرة قيمة على كل حال، نتمنى النجاح في السهرات.